الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله أول عرجون أنا قادين هبطوه اليوم، هذا أول عرجونها. صح، خيرات خيرات تبارك الله، ما مجاية ضعيفة بصح النسمة والجودة. المردود ونسبة الإنتاج تختلف من سنة لسنة، وهي نحن في موسم الجني، في مواد أكتوبر هذا تكون جني تمر الذي تتميز به واحد بريزينا تقريبا أنها الواحة فيها كما نقولوا وسط زراعي معيشي عائلي. كما ذكرنا سابقا أن هنا جميع الزراعات تقريبا الزراعات المعيشية بالإضافة إلى النشاط الرئيسي وهو زراعة التمور تمارس العائلات بلدية بريزينا الزراعات المعيشية الوسطية. جني التمور ما كانش فرق بين العام الفات والعام هذا، كان شوية تأخر في البرد، هاي كنا صب جاتنا جانا المطر تأخر شوية التمر، كما الدقلة كما تدالة كما القرص كما تيناصر كما راها الناس تقطع راها بداو يقطعوا. الواحة يعني تعتبر وسط فلاحي، ماهيش نغرسوا فيها غير النخلة وحدها، كما رانا نشوفوا كاين فيها الأشجار أخرى ثانوية، مثلا قالوا أشجار الحمضيات حتى كما أشجار الليم كما العنبة وكما بعض الأشجار الأخرى اللي نديروها في وسط الواحة. الواحة تعتبر وسط يعني ملائم لعديد الزراعات لما توفره من مناخ يعني خلاف اللي خارج الواحة.